تجربتي كباحث، أنني بدأت دراسة التأويل عند المعتزلة في مرحلة الماجستير. كان عنوان دراسة الماجستير، صدرت في كتاب بعد ذلك، قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة. النتائج التي توصلت إليها في نهاية هذا البحث أنه كان هناك صراع بين المعتزلة وبين غيرهم من الفرق حول معاني القرآن الكريم، حول دلالات القرآن الكريم، وأن هذا الصراع اعتمد بصفة أساسية على ما جاء في سورة آل عمران الآية السابعة، الخاصة بأن القرآن يتضمن آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخرى متشابهات. كان هذا الصراع الفكري يدور حول المحكم والمتشابه. ما اعتبره مثلا المعتزلة محكما، أي واضحا لا يحتاج إلى تأويل، اعتبره خصومهم متشابها يحتاج إلى التأويل، والعكس صحيح. فكأن معركة التفسير والتأويل ظلت تدور في إطار وفي أفق، أستطيع أن أقول أفق خلافات سياسية طرحت نفسها على القرآن وعلى معاني القرآن الكريم. فحين انتقلت في دراسة الدكتوراه إلى قضية التأويل عند فيلسوف متصوف محي الدين ابن عربي، المفترض أن التصوف هو الفكر الروحي في الإسلام، وجدت أيضا في هذه الدراسة أن عملية التفسير وعمليات التأويل تحكمها غالبا الآفاق الاجتماعية والفكرية والسياسية للمفسر، لأن المفسر بشر، فهذا البشر متأثر بالمشكلات الموجودة في مجتمعه، فحين يطرح تفسيرا أو تأويلا فإن هذا التأويل بالضرورة يكون متأثرا بهذا المناخ الذي يعيش فيه المفسر. هذه كانت تجربتي في مرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه. تجربتي كمواطن مصري يعاش في مصر أن معاني الإسلام ودلالات الإسلام كانت دائما محل للتأويل طبقا لاتجاهات الجماعات وإيديولوجياتها المختلفة. يعني مثلا في الستينات وتعلمنا أن الإسلام دين الاشتراكية ودين العدالة الاجتماعية، بعد ذلك حصل تحول وأصبح في هناك معاني أخرى للإسلام. هنا تأملت الموقف ووجدت أن هذا التفسيرات والتأويلات تخضع لأحيانا إيديولوجيات المفسرين، سواء في التراث أي في العصور القديمة أم في العصر الحديث. ومن هنا كان علي هنا كمواطن كما كباحث أن أطرح السؤال، ما هو النص؟ ما هو مفهوم النص؟ قبل أن ندخل في عملية التفسير لابد أن نحدد لأنفسنا ما هو النص، حدود التفسير، حدود التأويل، إمكانيات المعاني التي يمكن أن تنبثق عن النص، بدل أن نخضع النص لأهوائنا، سواء كانت هذه الأهواء السياسية أو الاجتماعية أو الشخصية مدركة بالنسبة للمفسر، أم كانت تتم دون إدراك من المفسر لهذه الأهواء.